حقيقة والأمر كان جد مؤسف، يعني تهافت الناس على المحلات وتهافت جد كما نقولوا غاشي كبير، وناس كبيرة ما احترمتش القوانين وما احترموش المسافة الأمان، الناس ما قاعدش تحط في البافات، بدينا ما نشوفوش مثل هذه المناظر وفي غيان ميزيور مع الأيام، وبإذن الله إن شاء الله حتكون عندنا غدا أيضا حملة تحسيسية وفي الأيام الموالية.